هذا الجزء الذي لا يمكن إصابته بالماء أو لا يمكن إيصال الماء إليه لا بالغسل ولا بالمسح. شكر الله لكم وحفظكم وجزاكم الله خير وجزى الأخوة على الاستماع كل خير، ونفع الله بمثل هذه اللقاءات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإنسان لا يجب عليه أن يعالج نفسه من مرض ما، وأما مرض القلوب فعليه أن يجتهد دائما في علاج مرض القلب. ما حكم صلاته وهل يلزمه تغيير ملابسه؟ وردت عدة أسئلة عن التداوي بالدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ينبغي للمؤمن ألا يشق على نفسه. لم يعد يشعر بالحاجة إلى الدواء ولا إلى الرقية. هذا سؤال يتكرر من العاملين في القطاع الصحي. تجد في الإسلام صلاحا وإصلاحا لجميع هذه الأمور. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يجعل ما أصابهم كفارة لذنوبهم، إنه على كل شيء قدير.